سلام عليكم. الليلة معانا آخر عروسة يا جدعان، ومن بكرة إن شاء الله هنفسح المجال للشبان عشان يتجوزوا ويخطبوا هما كمان، لأنهم عاملين لي هسهس في الودان لدرجة إن واحد فيهم قال لي اعتبرني كلب خشب مش إنسان. وطبعا البنات ما يرضهاش نزعل العرسان. وتعالوا ندخل على مهنة عروستنا الآن، واللي هيعرفها من الشبان هيسعد على طول الزمان، وهيكون له في قلب عروستنا مكان لو قدر حجم عملها وقبل حبها ولعشرتها صاد، لأنها على طول مشغولة وسفرها باستمرار، تأشيرتها مفتوحة على العالم ومهنتها كلها أسرار. دايما وهي معاك مش معاك، لأن عقلها مشغول بالأفكار، ووقت ما تكون فاضية تلاقيهم بيعملوا معاها 100 حوار ليل ونهار، وصورها في الصحف وسيرتها في الأخبار. منصبها حساس ودايما يتلعب فيه لعبة الكراسي، وطبعا أنا مرضتش بيها لأنها مش على مقاسي. وهي كمان نفسها في واحد يكون دبلوماسي، لأن شغلانته مضمونة معاها في السلك أساسي. يا ترى عرفتوها ولا خاب ظني وإحساسي؟ طب أسهلها لكم شوية وأقول لكم عنها حاجة لذيذة. في مثل دايما مشهور عنها من آخره عزيزة، واللي معرفهاش يشنق نفسه في ميدان الجيزة. وهي هتجيب له كفنه من بلاد شغلها في فترة وجيزة، وهتدخله له بدون جمارك، ودي أحسن ميزة. ها مين عرف الحل؟ وعليه اندل، وهيعمل اشتراك ولايك للقناة بدل ما سيبه ليها ينزل، وشيله تمن الزيت والخل. أظن كده فل الفل، ومن العرايس الواحد مل. ده حتى ما جابوش للقناة غير 25 اشتراك. أشوف بقى العرسان اللي عملتهم مصريين ومرضتش أعملهم أتراك، يا ترى هيجيبولي لايكات واشتراكات، ولا العرسان هتحصل العروسات؟ أتمنى اشتراكاتكم في القناة ونقدكم البناء الموضوعي، مش النقد التاني اللي لا يسمن ولا يغني من جوعي، اللي يسيبوا فيه الأصول ويتجهوا للفروعي. وأشوفكم بكرة على خير إن شاء الله مع أول عريس، وشدوا حيلكم خلوه يعرف يخطب ويهيس.